attendez, s'il vous plaît. Ça veut dire que le costume qui n'est pas lancé le flux, c'est quoi aussi qui est le flux? هذه فلوس اليوتيوب سمحوا لي بزاف فلوس اليوتيوب علاش كتبان عليا صافي غادي نساكم غادي نتبدل لحظة ما غادي نتبدل 180 درجة عرفتي داك اللي كيقول لك كيتبدل 360 درجة تبدل 180 درجة اوكي كتشوفوني كتسمعوني هل انتم بخايا كنتي بخايا داكشي ديال الجمع فاليوم غادي نكون علاش لبست هاد يعني الكوستيم يعني لانني لاحظت بلي ما كنلبسوش بزاف ديما كنت ملي كنت صغير كنت كنقول ملي نكبر غنبدا نضرب هاد الحطه غنبدا نضرب هاد الحطه عرفتيني فاش كنت صغير كنت كنشوف دوك الشيوخ كنقول واه تولي عندي واحد الحيه طايحه حتى للارض داكشي ديال بحال الكاندالف ديك صيغت انا المهم كنت كنقول ملي غنكبر نضرب هاد الحطه تخيل معايا كنكبر 19 عام ما ضربتش الحطه كدا 20 عام ما ضربتش الحطه وامتى غنضربها خويا نضربوها دابا يعني بزاف على صعب شي حاجه انا صعب اسي ما كدش المهم في هاد الفيديو غادي نكون اكبر بومر غادي نكون اكبر بومر سمحوا لي اخواتي بزاف ولكن كنشوف شي حوايج عندنا في المجتمع اللي ما يمكنش حتى واحد ما كينوض كيهضر عليهم والله الا حشومه المهم كما قلت لكم هذا اللبسه علاش لبسته اوكي درت اول مقابله عمل في حياتي اونلاين مقابله عمل اونلاين باش انني نخدم اونلاين زعما كنقري لونجلي لانني انا استاذ لونجلي ما عرفتش هذه القضيه هذه فغالبا سيبوء ذلك بالفشل حاجه عاديه يعني المقابله الاولى تفشل فيها الثانيه الثالثه الرابعه المهم حاجه عاديه انا نقدر نفشل في وقت ما بغيت فهمتي اي بروجي كندخل ليه كنقول غادي نفشل فهمتي باش حتى فشلت ما كياثرش ليا داكشي نفسانيا ما عليناش حتى تقبلت فيه ما عرفتش المهم المقابله عندي غدا وهادشي اللي كاين هادشي علاش ضربت هاد الحطه هادي نتمنى تعجبكم وتقولوا لي واش نقدر نصور بها فيديوهات اخرين لانني ما عرف نقدر نصور بها نقدر نصور حوايج عاديين يطلعوا لي حوايج حاليا في راسي كدبش عليكم المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا اليوم شي حوايج كنشوفوها في المجتمع اللي حتى شي واحد ما كيدوي عليها الصراحه واحد القضيه اللي مهمه وخطيره بزاف زائد يعني واحد البلان اللي طرا ما بين الطاكسيات يعني ديال النقل ديال الكريمات وداكشي طاكسيات كبير طاكسي صغير سيرتو الطاكسيات الصغار لانه وحلات لهم هنا تطبيق ديال ان درايف غالبا تلقاو هو يوتيوب ادز هو غلوفو يعني هما الطوب الادز اللي عندنا في المغرب ديال اليوتيوب ما عليناش كاين ان درايف المهم هادو كاملين يندرجون ضمن اطار لابليكاسيون ديال اوبر هي مولات هاد الفكره كاع كامله هي اننا نشدو واحد الناس بغاو يخدمو يزيدو بارت تايم جوب مثلا انا عندي طوموبيل غير محطوطه ممكن انا نولي شي فور ديال الطاكسي فهمتيني يعني نقدر نقلب بنادم وخا كدا المهم ملي الطاكسيات ما عجبهمش الحال لانه ما عجبهمش الحال انه يترقمن يعني يولي نيميريك هذيك الخدمه ديالهم اللي هي مانويل ديال الايدين فهذه كما نقولوا هذا احتضار دابا هاد الاحتجاجات اللي كيوقعوا ديال مالين الطاكسيات وداكشي احتضار فقط يعني ملي شي واحد مثلا كنخنقوه مثلا ولا شي حاجه غادي يبقى يتركل في الاخر تيموت وهادشي اللي كيوقع بزاف مع الاله والتكنولوجيا والانترنت ضد المهنه يعني العتيقه المهنه القديمه عرفتي شحال المهن القدام اللي خرج عليهم الرقمنه والتطور راه كانوا صحاب الكوتشي راه كانوا هما الطاكسيات باش نقول لكم هادشي امالين الطاكسيات شتي نتوما امالين الطاكسيات خرجتوا على صحاب الكوتشي ما تعقلوش على هاد القضيه ولكن كان شحال هادي كانت العربه جات موراها الطوموبيل كانت عند غير الناس الاليبا بحال اللي دابا اوبر وان درايف راه عند الناس الاليبا اللي هنا في المغرب شويه الطوموبيلات ولاو حاجه عموميه في المغرب دونك الطاكسيات ولاو حاجه عاديه شائعه في المغرب يعني خرجتوا على صحاب الكوتشيات حتى في الاول صحاب الكوتشيات غير كان ممكن انهم يديروا واحد السانديكا ولا واحد السينديكات يعني ويبقاو يقولوا لا الطاكسي ديال الطوموبيل خاصنا نوقفوه نجيبوا ثلاثه الكوتشيات ندوروا على ديك الطوموبيله هذيك وما نخليوهاش تزيد هادشي اللي كيديروا دابا صحاب الطاكسيات وصحاب الان درايف اوكي باش نكونوا واضحين يعني هذا احتضار من هنا 21 عام 30 عام ان درايف تكون لي شي حاجه اللي عاديه
عندنا في المغرب هذا كان اي سي ذات شي اي سي ذا فيوتشر حيت باينه شي حاجه اللي ممكن تكالكولا ماشي زعما انا كنعرف شي حاجه يعني هذا شي حاجه باينه نقول لكم واحد المهن اخرين مثلا في اوروبا في بريطانيا مثلا كان بنادم الدور ديالو شنو هو هو انه كل صباح كيدير حل البوطويات هادشي واقيلا ما كانش عندنا في المغرب المهم بوطو ما كانش بالضوء الالكتريسيتي راه ما كانتش ولكن كانت عندهم هما حنا في المغرب ملي ما كانش الالكتريسيتي راه ما كان الظلام والقمعه ولا شديتي شي حاجه في يدك راه كتخرج هذه هي العربيه ولكن هما في بريطانيا كانوا شويه الناس متحضرين ماشي شويه راه بزاف كانوا متحضرين علينا في ذاك الوقت فيما كانتش الالكتريسيتي ما عليناش كان عندهم نفس الكونسيبت ديال البوطويات في الزنقه غير ما هو شنو كيدير واحد الشخص انه كيتخلص كتخلصوا الدوله شنو كيدير كل صباح كل يعني مع الفجر ولا قبل الفجر يعني ملي كيطيح الظلام قبل ما يطيح الظلام واش هو كيدير كيحل داك البوطو كيطلع حتى فوق كيحل داك البوطو كيشعل الشمعه ديالو كيسد داك الدجاجه كيمشي للبوطو الاخر كيدير نفس القضيه حتى كيشعل الزنقه كامله كيشعلها ومن بعد عاوتاني ملي كتطلع الشمس كيطفي الزنقه كامله كيطفي لها الشموع ديالها الشموع ديالها دابا داكشي ما بقاش الالكتريسيتي جات للبوطو وما يمكنش هذاك السيد ينوض يحتج فهمتوني يعني راه كاين شحال من حاجه خرجت عليها الرقمنه وخرج عليها التسهيل وداكشي دابا نجيكم من الاخر ان درايف ساهل على مالين الطاكسيات الناس كيتشكاو بزاف من صحاب الطاكسيات وانا ندوي لكم على واحد البلان اللي خلاني ندوي على هذا الموضوع اكثر وصحاب الطاكسيات الكبار ملي كتسد الباب كيقول لك ابشوي على الباب فهمتوني كتسد الباب نقولوا بالجهد هانيه كتسد الباب بجد كيقول لك بشويه على الباب هذه واحد ما سديتيش بجد سديتيه بشويه كيقول لك عاود سد اخويا فهمتيني يعني انا واش قاتلي وصافي كطلع مع بنادم كيما درتي وحده قليل فين تلقى بنادم كيزم فمو حيت الطوموبيل اصلا ماشي ديالو كيقول لك لا غتخرج ليا عليها ونقدر نصلحها كذا كذا هو كيشوف النرجسيه كيدايره هو كيشوف غير الطوموبيل حالت غير الطوموبيل كاين اخويا شي حزام السلامه عندي انا كنركب في الطوموبيل كنركب في الطاكسي راه هو الطوموبيل يعني بحد ذاته كنركب مني الباب انت غدور في الفيراج الا انا ما سديتش هذاك الباب بالجهد سديتو بالجهد باش انه يتسد فريمون يتسد ونشوفو من الريترو الا ما شفتوش كاع ما نسيت ما نشوف المهم كنتاكد ملي كنسدو بالجهد اكون على يقين اي طوموبيل كما كانت قديمه ولا جديده ولا كذا غتتسد صافي ما ماشي انا ملي غتسدو بالجهد غادي نفوري مالي انا هولك مالي انا ما عرف شنو سوبرمان لا كومون برو ما علي هما خصو غير يدوي وصافي خصو غير يدوي دير فاكين اسوز ما نكذبش ما نعممش ولكن الاغلبيه الصحيحه ديال مالي الشيافر ديال الطاكسيات فاكين اسوز من الاخر ما عليناش انا سديتو نقول ما سديتوش مزيان ما عنديش حزام السلامه ضغطي مع الفيراج تحل عليا الباب وطحت تكركبت شي مشكل انك تكركب من الطاكسي ماشي هو التكركيبه بحد ذاتها راه ماشي هو راه المشكل في الطوموبيل اللي وراها جايه الفيكول اللي جايه وراها واش موطور الا كان موطور راه صافي راه اللي وقع الا كان مول الطوموبيل خصو واحد الريفلكس مقود لانه هو عادي صايب عادي حتى كيشوف واحد خونا تكركب راه خصو ديريكتي برك على الفران ولا خصو يدور ولا خصو يكون عنده واحد الريفلكس باش ما يدخلش فيا انا وانا علاش شفت هادشي كاع كامل علاش جبت هادشي كامل شفت واحد خونا فريديتش ضربو كاميو عرفتي راه ما خلى فيه ما يتجمع عرفتي ملي كيقول لك داك ديال ما يلقاوهم يجمعوا فيك هاد الكلمه هادي ديال ما يلقاوهم يجمعوا فيك ات واز ريل از فاك ملي شفت هاديك الفيديو ريل از فاك عرفتي بنادم بحال الدلع اخوتي ما باينش هيز نو ما كاينش جسد يعني داك السيد ولا بحال الدلاحه مطحونه والناس هكا كتجمع كتشوف داك الشيء داير لي واحد الزيف يعني باش نلقاو ما يجمعوا ما يدفنوهم في الاخر وداك الشيء لاصق مع الشانطي دابا تخيل معايا انا طحت من طاكسي وضربني كاميو بسبب اش حاول على الباب كومون واش هو هادشي راه ما يفكرش فيه مول الطاكسي نقولوا طرات لك هاد الواقعه يقولك هو ما سدش الباب صافي هو ما سدش الباب هو سبابه هو صحابك هو غيتحمل المسؤوليه ولا شي حاجه غير والو ما
كاين لا مسؤوليه لا والو. يعني يا اما غتردخ الباب باش تخلي راسك اخويا حي، او لا يعني حاول على الباب، حاول على الباب ما تحاولش على راسك. يعني هما عندهم الباب اولى من الكليان، الباب اولى من الكليان. هادو شحال بزاف الاغلبيه السائقه ديال الطاكسي، شحال طول السنه كنمشي في لافاك، نمشي لافاك اغلبيه كنمشي بالطاكسي، فهمتيني، كنمشي بالطاكسي. يعني هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. يعني زائد واحد القضيه اخرى، يعني انا دابا كنقول لكم اللي طلع الطاكسي غادي خمو، غادي خمو انشور داك الباب مسدود، فهمتيني، وراه ما كاينش حزام السلامه، بخلاف داكشي اللي كاين في ان درايف. داك ان درايف بنادم كيعامل بنادم كهيومن بين، كيعاملو كبنادم، بنادم كيعامل بنادم كبنادم، كيعاملوش كحمار ولا كسلعه محطوطه ولا هادشي، بلا ما ندويو على جوج في كوسان واحد، بلا ما ندويو على داكشي. ويقول لك الرخص اخويا، تا ان درايف راه ماشي رخيص، تا ان درايف غير الناس اللي عندهم اللي تيديرو. وير يو فاكين كومبلينين، ما فهمناش هاد القضية هادي، ما عليناش. نشوف هادشي واش كيسجل هدا، يسجل تانكو، حيت مبقيتش كنتيق فيه ولا كيطفى ليا في هداك الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات راه كانت مقطعة، راه ما كملتهاش هاديك الفيديو، تقطعت ليا التصوير ديالها، طفى ليا التليفون، تصورت واحد البارتي اخرى، دوزتها في المونتاج بحال هاد لاصقهم بجوج. ملي كنحط في يوتيوب كنعاود نتفرج الفيديو كنلقاه ما دخلتش ديك البارتي الثانية. المهم نتمنى تكون عجباتكم. حاجة أخرى اللي ندوي عليها دابا، اللي في المجتمع ديالنا غزا يعني داك التروتينات إلكتريك، التروتينات إلكتريك غزات المجتمع ديالنا حاليا. علاش؟ لأن بنادم ما عندوش الفلوس يشري موطور، ما عندوش الفلوس يشري طوموبيل، ما عندوش الفلوس أنه يمشي في الترونسبور. طوبيس حالتو حالة، كيعامل البشر بحال البقر، بحال البقر، بحال البقر. أنا طلعت في الطوبيس وما كاين غير شارجي عمر 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 عمر، عاود ما يزيدوا في عدد الطوبيسات كيزيدوا في عدد التعميرات. واش شوف الحماق كيدير باش ماكسيموم بروفيت، ديك الزا وداك ماكسيموم بروفيت، ما كيعقلوش على بنادم دين منو، خصو غير بروفيت، خصو غير عمر 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 وصافي، ما يهمش فين تكلات. والمراه مع 8 الصباح داو ليها بورطابل وزادو، طلع من الباب واحد النشال دار ليها البورطابل ويزين مع الطريق، صافي في المحطه كيعس كل صبيحه، كيعس هو مع 8 الصباح. الناس اللي غاديين للخدمه كتولي داكشي بؤره ديال الشفره ديال صحاب النشالين. ما عليناش، انا كندوي كبومر ولكن هادشي كاين كلشي عارف، ما عليناش. هذيك التروتينات كما قلت لكم غزات الشباب ديالنا اليوم، كلشي غادي بالتروتينات الكتريك كما قلت لك، لانه بديل ديال الموطور، لان الشباب ما عندوش فلوس انه يشري طوموبيل، غير كهرباء كريدي كذا كذا، وما ما عندوش باش يمشي في النقل الحضاري. يعني هذيك التروتينات الكتريك جات بحال كيقول لك بحال درهم الحلال، جاتهم كاد الشباب عاوناتهم. وليت فين ما كنخرج كندور كنلقى واحد غادي بالتروتينات الكتريك، فهمتيني. يعني واحد القضيه اللي خطيره بزاف هاد القضيه، هو انني ملي كنشوف في جوجل كنشوف فيسبوك كطلع لي واحد الفيديو، هذيك الفيديو ديال واحد الشخص امريكي كان غادي غير في السكيت وما كانش لابس الكاسك، وطيح على الارض باش مشى لي واحد النص ديال الجمجمه ديالو مشات ليه. يعني ولا راسو داير بحال كما نقولوا بحال شديتي ديك البالون مفشوش، عرفتي بالون ملي كيتفشي كيبدا يخرج منه الريح، وكتضغط عليه كتدخل واحد لابارتي ديال البالون، ما عرفتش كيفاش كاين سيركل هكا ديال راسو، راسو ديال بحال هكا صافي، والمخ الدماغ عندو تماك، غير إلا تزعزع شوية راه مشكل، فهمتيني. يعني مخصوش يتزعزع، خصو يلبس الكاسك، أنه دارو ليه عملية، حيدو ليه بعدا الجمجمة ديالو، ومن بعد غير غنبلاصيوها بواحد الجمجمة اللي هي اصطناعية، جمجمة اللي اصطناعية. وعرفتي شحال هادشي كامل؟ نقول واحد 5 مليون دولار ولا كثر. وزبالة الدولارات وخلصت عليه الدولة. باش تشوف الميريكان راه واحد العالم اخر، راه ماشي راه الناس معذورين دابا، لا كلشي يبغى يقعد الميريكان، كلشي يبغى يهاجر يحرك كذا كذا، لانهم عايشين في واحد العالم اخر. شفت 3 مليون دولار هو تفرقع عليه راسو، جابوا لي جمجمة اصطناعية وكلشي مخلص على الدولة. ما عليناش، هو قالها راسو، قال لكم كنت لابس الكاسك داك النهار ما كانش يوقع ليا هكاك، وكنت لابس الكاس ديال الناس غندير انا فشي عمليه وراسي تفش ويتفرقع وما عرفتش داكشي. حنا في المغرب لا، حنا في المغرب كنديرو ديك العمليه كتنجح كتصدق كذا كذا، ولكن داك التشوه كيبقى لك ديما،
داك التشوه راه كطلب بناء، كطلب وقيله كطلب الله ولا كطلب معاه، كتقول لهم كون خلاوني ميت، كون خلاوني في غيبوبه، حيت ما عندنا حتى معنى. غتبقى ديما لابس الكاسكيطه في حياتك، ديما مغطي راسك، لان عندك ديك الديفورماليتي تما، قليل اللي كيعاود يصلحها باش يولي راسو بنفس الشكل، قليل قليل بزاف، لان الفلوس ما كايناش عند بنادم، راه المهم هو يسيرفيفي، كيسيرفيفي وراسو مشوه، علاش؟ لانه ما دايرش الكاسك. وكنشوف دابا التروتينيت هادي راه ما كيحاسبوش عليها الكاسك، بحال صحاب الماطر وصحاب كذا. على دابا التروتينيت ما غاديرش بها انت كسيده ولا غادي بها بداك الفيتيس كاع كامل، ما غاديش انا كسيده، راه هي اكثر عرضه دير بها كسيده. ما عرفتش انا ما كنفهمش في الجيرز ديال الموطور بزاف، ولكن كاين حوايج تمانوفري بهم داك الموطور، ولا كاين شي حوايج تمانوفري بهم التروتينيت. ما عرفتش يعني التروتينيت اللي كانت فول سبين ضروري الكاسك. علاش الشباب ديالنا والو ما كنقول الشباب غير انا انكلو منهم، زعما ماشي زعما شي حاجه، غير كنقول لك انا ما عنديش تروتينيت الكتريك، غير ما واش شريتي تروتينيت شري مع الكاسك وسير بيها وسير بالكاسك ديالك. انا شفت واحد الفيديو ديال داك غونزاليس، غونزاليس ما كان كنتفرجش فيه كاع، ما اصلا داكشي باش تشهر غونزاليس اصلا هو داك الافلام القصيره، هو الاب الروحي ديال الافلام القصيره، هو الاب الروحي ديال الكانسر اللي دخلنا في يوتيوب ديال الافلام القصيره، كان غير كيخربق فيهم وداكشي وكيدير فيهم الضرب ديال بصح، انا ما عرفتش سمها اعتدل على ديك القضيه هادي. ما عليناش غونساليس انا شتري فيديو راندوملي ديالو انه كيشري هاد التروتينيت الكتريك، مشى مع صاحبو كيشري التروتينيت الكتريك، كيديرو في نفس الوقت اشهار سوبليمينال، يعني اشهار لا شعوري لذاك المحل ديال التروتينيت. هذاك المحل كامل ما فيه حتى كاسك واحد، وتخيل معايا هو داير التصوير ديال المحل كامل كيقول لي بشحال هادي بشحال هادي، تبوك له واحد التروتينيت الكتريك كتشطوا كذا كذا تتولي شكار، كيقول لي هاي كيفاش شطوا كذا كذا، واحد التروتينيت اخرى. المهم دابا التروتينيت الكتريك ولاو كيديروا لها كاع الكوسان، كيديروا لها هذاك باش تولي بحال سكوتر، ميني سكوتر، اوكي، ما هادي حاجه بلان. المهم يعني كما قلت لكم بينين حتى واحد التروتينيت الكتريك اللي هي بزاف كاع هاربه، وقال لي واحد الثمن اللي هو بزاف بعيد بزاف، قالوا واش الشريعة زعما كنحكو وهذا، غير كاين فيديو كاين في يوتيوب وفيسبوك، زعما باش كنزيدش انا من راسي. غير ما هو خدا هو وصاحبو خداو التروتينيت، وهما خصهم يكونوا قدوة، راه يوتيوب راه كنعاودها مليون ألف مرة، ما حدك كيتبعوك بزاف الناس ودرتي شي حاجة، أي حاجة راه تقلد عليها، ماشي تقلد عليها زعما دينيا، راه تقلد عليها إيميتيت، جات صدفة، ماشي التقليد الاخر، التقليد ديال التقليد العادي. المهم يعني انت خديتيها بلا كاسك، وصاحبك حتى هو الكاميرا ما نخداها بلا كاسك، والشباب دائما كنشوفو دائما ما كاينش شي واحد عنده تروتينيت الكتريك وديال الكاسك. لك شتو مره وحده واحد خونا، هي واز ا فاكين سينت، هي واز ا سينت، كان قديس هذاك السيد بوحدو، اللي عنده العقل اللي عنده المخ غير هادي بديك الصوره كاع كامله، ما كاينش اللي يحميك، كاينش اللي يحميك، كون غير كان شي واحد مثلا صايق وسكران، ولا شي واحد اللي هو ما عرفتش طار بيه الفولون دخلت بك شي طوموبيل مثلا داك التروتينيت، ما عاهه مستديمه ولا ما عرفتش. المهم بروتيجي الراس ديالك، قوة الإصابة، أنا قلتها بهذا المصطلح، قوة الإصابة ممكن تجيك في يعني في الشيكسيدة ولا شي حاجة، يضر الراس، يعني ما كاين حتى معنى أنك دير تشري واحد التروتينيت الكتريك هي مزيان بالصحة، وكيشري مع الكاسك ديالو ولا دير داكشي، فهمتيني؟ وكتقول راه ما طراش لي واحد المصيبة، ما طراش لي هاديك السيدة، وكتقول ما طراش، والآخر كيقول ما طراش ليا، ما طراش ليا، ولما غطر، راه كاين واحد البورسونتاج، كاين واحد البورسونتاج، شي كل نهار، كاين واحد في المية ولا زيرو واحد في المية ولا زيرو 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 واحد في المية ديال شي واحد أنه يتعرض في هاديك النار الكسيدة. انت كتخرج كتقول ماشي انا، ولا اخو كيخرج من كيقول ماشي انا، ايوا شكون غيتعرض للكسيده بالسلامه؟ الحي راه لا، خرج مثلا بشي فيكول ديال كيما كان طوموبيل، ما موطور تروتينيت اي حاجه، وقول هاد الناس تقدر توقع لي كسيده، تقدر توقع لي، علاش لا؟
علاش لا ما عرفتش يعني ما عرفتش انا نقول لكم دابا حيت العالم كبير بزاف انت كتحسب لك يور اوت اوف ذا كالكوليشن يعني يور اوت اوف ذا فاكين يعني من الفيزور يعني انت خارج الفيزور لان العالم كبير بزاف لان الناس عندهم طوموبيلات بزاف وعندهم موتورات بزاف وعندهم طروسينات بزاف كتقول ولا بيكالات بزاف كتقول هادشي ما يوقعش لي انا واحد من بزاف لا تقدر توقع لهم ماشي انا نقولوا مثلا اخويا نتوما كنتو مجموعين واحد 10 الناس تختفتو انا عطيك غير مثال باش نقول لك كيفاش كيوقعوا الاكسيدون في العالم انا عطيك غير مثال ما عرفتش واش شي صحيح ولا اللي كنقول منطقيا ولا رياضيا ولا كذا ما عنديش مع الماتر بزاف ولكن عندي مع الامثله انا كنقول لك اش كاين تخيل معايا 10 الناس تختفتو ما كتعرفوش ريوسكم كاع وحطوكم فواحد البيت وجا شي واحد ارهابي عرفتي داك الارهابي اللي عنده داك الكاكول وداك الشيء ديال داك لا غيوتين داك اللي كيديروا الاعدام القدام داك الشيء ديال اوروبا كينزل على بنادم راسو كيبقى بداك السله بحال هكا كيكون مغطي راسو داك ديال بحال داك الكي كي كي عرفتي داك الكاكول كبير بحال هكا هذاك هو الجلاد كيما نقولوا هذاك هو الكسيد هذاك هو الكسيده اللي توقع لك هذيك النهار نتوما 10 الناس ما معروفينش كل نهار كيجي كيدخل هذاك البيت كيشد واحد عشوائيا منكم نتوما العشرة ولكن ملي كاين اليوم التاسع والثامن المهم عطيت رقم قليل نقولوا رقم نتوما 100 واحد في هذيك الغرفة 100 واحد داكشي ديال سكويد جيم في كل مرة كيدخل لك جلاد كيعزل واحد فيكم كتقول انا فلت واو انا فلت ولكن الغد اللي غيقدر يعزلك انت النهار اللي من بعده يقدر يعزلك انت ولكن حنا نتوما 100 ولا 1000 في هذيك الغرفه كنقول انا باقي بعيد ما يعزلنيش اليوم وما يعزلنيش غدا وما يعزلنيش بعده ايوا شكون يعزل انت بارتي من هذوك 1000 انت بارتي من هذوك 100 اللي نتوما في ذوك الغرفه مزوني فهمتيني يعني هذا هو المثال ديالي حيت دابا العالم كبير حيت الغرفه كبيره الغرفه راه هي العالم جلاد راه هو مول الاكسيدو 1000 ولا 100 انتوما مالين الفييكول انتوما مالين النقل يعني مالين يعني حركه السير عموما نتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف سمحوا لي الا كنت شي بومر ولا شي حاجه ولكن هادشي خصو يدوي عليه شي واحد ما يمكنش شفت من الواجب ديالي ندوي عليه يعني نتمنى هذا الفيديو تو سيف لايف واي نوت تو سيف لايف واي نوت Thank you so much الشباب شكرا على المشاهدة نتلاقاو في فيديو جديد Peace.